النهارده في مناسبة، مصطفى فتحي جاب جون في الثانية 21 في الكونفدرالية، مش كده؟ في الثانية 21 كل الناس افتكرت الجول بتاعك كان مع حرس الحدود مع حرس في الحدود 2006. في 2006 في كالوم الغيني. كالوم الغيني، عمرك شفت حد يجيب جون بعد 10 ثواني وهما اللي بيسنطروا؟ لا لا، يعني هو اللي بيسنتر عمل له الاسيست، يعني هو راح مديها له. يعني انا مش عارف ازاي دي، يعني 10 ثواني عملتها ازاي دي؟ ما هو يعني احنا عندنا الجون ده يا شباب طالما حصلت، طب ورولنا كده واحنا بنتكلم طالما حصلت اهو. يبقى موجود. وانا اعتقد الساعه كانت واقفه اكيد، ال10 ثواني دول. لا هاتهم الاول، هاتهم الاول السنتره ده، هم 10 ثواني ليه؟ 10 يا ابني انت جايبهم الاخر ليه؟ ما هي اللقطه اللي على فكره انا اللي بعت لهم الجول، ما جبتوش بس انا ما عرفتش. هجيبه لك الحلقه ده، هي 10 ثواني. طب القص منه، خلي بالك ما قصتش هو الجون، بس كان جاي في فيديوهات كامله، جايه لي فيديوهات كامله، فانا جبته. وده اسرع هدف في تاريخ الكونفدراليه او في تاريخ البطولات اللي منظمها الكاف عموما، يعني بعد 10 ثواني. هو اصلا كمان الكوره كان بيسنطر وكابتن محمود بكر الله يرحمه هو اللي كان بيذيع كمان. لسه بقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هو اصلا ليه دباجه كده في الاول. لسه ما لحقش يقول حاجه، قال لك ولو انت بتشرب كاكولا. قال لك الله الله الله، ده جول. قال كده والله. الله يرحمه، كان الناس اللي دمها خفيف جدا جدا. فجون جول حلو طبعا، وكان على المستوى الشخصي راجل جميل. كابتن محمود بكر الله يرحمه، وهي الكره كانت عايزه تخش. حتى بص الراجل اخر كره بترجع له، هم بيسنطروا، انا عمال اضغط في الاول، فالراجل الاخير دوت بسم الله ما شاء الله، يعني لا يعني هو سنتر باصة لورا، لورا واحده والثانيه، وانا بجري وانت دايس. طب وانت ايه اللي يخليك تعمل سبرنت؟ طيب السبرنت يعني في اول ثانيه، حلاوه الروح اللي في الاول دي. لا هو الضغط، خلي بالك انا عموما انا في اللعب كده، او احنا كمان كنا فرقه شرسه، فرقه حرس الحدود من اول ثانيه شرسه. كان عندك اساس انك كان معانا كابتن حلمي طولان اللي في حته الضغط وفي الحاجات دي، كان كابتن حلمي المدير الفني. كابتن حلمي، انا كمان كنت بلعب، كان بيلعبني وينج يمين الماتش ده، وانا كنت ناحيه اليمين وبضغط بضغط بضغط لحد توقعت، وهو ربنا بقى اداني على قد الضغط اللي انا ضغطته، فجات لي ورحت حاططها. طب بس ما توقعتش انها تجيلك؟ لا ما كنتش متوقع طبعا، بس هي أرزاق. انت بتضغط. أرزاق.